زيتون وقطعت بصلة فرمة ناعمة، وأنا كونه كان عندي وقت كرملتهم. أوكي، مش لازم نكرمل، ولكن إذا كرملناها بتعطي نكهة كتير أطيب للشوربة. هلأ هون رح أنزل عليها 3 حبات ثوم مفرومين فرمة وسط. وبهاي المرحلة يا إما منقشر بطاطا حلوة ومنقطعها لمكعبات صغيرة، أو منحط 3 حبات بطاطا حلوة مشويين. يعني أنا من الصبح هون فشويتهم. أوكي، هلأ ما تفرق عندكم كيف وليش أرفعك الحرارة؟ لو سمحت، عشان هاي بالآخر كله راح نضربه على الخلاط، فدون وري يعني. وراح أزيد شوية بودرة بصل وراح أقطعها. فأنا هون عندي البطاطا مستوية والبصل مكرمل، والبصل مكرمل يعني يدوب. حطيتي هون ايش حطيتي اخر شيء؟ طحين بودرة بصل. بودرة بصل عفوا. يس، بودرة بصل. تمام، هلا رح نحط شوية ملح وفلفل. اوكي، كم تقعد تضيفي عليها مي ساخنة بعدين صح؟ اه. كم تقعد عبين ما؟ كون البطاطا عندي مشوية بتقعد 3 دقائق. 3 دقائق؟ خلص كل شيء مطبوخ عندي. ولكن زي ما حكيت، إذا قطعنا البطاطا وهي ني وقلبناها مع البصل والهاي، بنزل عليها مرقة الدجاج السخنة. يعني بدها ماكسيموم 10 دقائق كونه قطع صغيرة بتكون استوت معنا. تمام. فيري كويك يعني، أبدا ما بدها وقت. يعني احنا بنستنى المي تغلي طبعا صح؟ اه. مجرد ما غليت المي حنضيفها عليها ونستنى. يس. نستنى أمورها. هناك أنت قاعدة بتسخنيها الشوربة الصايرة؟ لا، ولا ما بتسخني شيء؟ ما بدنا نسخنها، بعطيك من السخنة. طازه. اوكي ها. حلو والله، برافو برافو. لا، في تطور بالاداء، في تطور صح، منقطع النظير. نعم، اوكي تمام. هون رح انزل عليها 4 أكواب مرق. بقدر اطلب منك طلب تعبي لي لهون حليب من الثلاجه؟ حليب اوكي من الثلاجه. تمام، امشي امشي عني. يلا يوسف بلحقك، مو معقول. تمام، وهلا ايش نعمل؟ بس بدنا اياها تغلي غلوه. اوكي، وبنزيد حليب. هلا كونه البطاطا الحلوه قوامها، في اول شيء فيها نشويات وقوامها شوي كثيف، لما نضربها على الخلاط بدون ما نضيف كريمه أما بتعطينا إيش اسمه، قوام كثيف. تمام، فهي بنحس إنها هي كثير ريتش، ولكن هي صحية للغاية. ليه زدت حليب عليها؟ برضو بيعطيني زي كأنه حاطة كريمة كونه فيها نشويات منيح. وإذا بنحب ندلع حالنا بنقدر نزيد أكيد كريمة طبخ، بس كون إحنا اليوم عم نعملها ما حطيت زبدة، هاي الزبدة لإشي تاني. أوكي، بس انت بتعرف انت دائما مستعجل. لا صح، ما يعني نوعا ما. طيب هلا شو حنعمل؟ هلا رح نضربها على الخلاط اليدوي عشان ايش؟ تعطينا قوام سلس. بسم الله. تفضلي. بس هنحط رشة ايش اسمه، قرفة. وهاي شو؟ جوزة الطيب. جوزة الطيب امبارح جايبة أداة معاها يوم الخميس، الشيف غادة. تطحن لك جوزة الطيب روعة، بتجنن. يا سلام، طازة. يا سلام، انتوا لازم الشيفات نهديكوا بعياد ميلادكوا شغلات للمطبخ صح؟ أنا هيك أمي دائما بتعمل، كل سنة بضلها سنة كاملة الله يخلي لي إياها. كل شيء بتجيب لي. والله. يعني بيجي عيد ميلادي بتلاقي مستودع كامل اغراض، يا حرام بتقعد تجمعهم سنة الله كاملة. الله يخلي لك اياها يا رب. الله يسعدك.